يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. هذه الفقره المحببه دائما الى قلبي وكالجمله المعتاده مع محمد جمال ومروان الشافعي للحديث اكيد عن نهائي دوري ابطال اوروبا بين ليفربول وريال مدريد، واكيد امور اخرى كثيره في كره القدم. جمال مشرف حبيبي يا كريم، مبسوط اني معاك دايما. اخبارك حبيبي ايه؟ ربنا يبارك تمام؟ فيك. مروان اخبارك حبيبي ايه؟ كريم، وانت المحبب لقلبي والله العظيم. بامانه؟ والله العظيم. انا ولا ليفربول؟ انت كريم. شفت جبته منين على طول؟ ده سؤال سهل. جبته منين على طول؟ انت كريم. نفسي اسالك السؤال اللي بساله الناس كلها. انت كريم. انت برضه صح؟ قلبك محنش؟ انا فاهم الناس برضه عشان اكررها تاني. مروان يا جماعه كبير مشجع ريال مدريد في مصر، او احنا مسمينه كده يعني، متعصب جدا، اجريسيف جدا، فبنحاول نحنن قلبه شويه على ليفربول عشان خاطر ابننا الجميل محمد صلاح يشجعه. بس هو على كلمه واحده، على صرخه واحده، مخدوش يا بابا. حبيبي كيمو، هنعمل ايه؟ احنا اللي هو ليفربول صح ولا ايه؟ انت عارف هنعمل ايه؟ محمد صلاح على طول. انا وضعي صعب. انا وضعي صعب، ماتش صعب جدا. وبعد خساره الدوري السنه دي اتفرجنا على ماتشين مع بعض، يعني البريمير ليج اعظم بطوله يعني في اوروبا، يعني مش طبيعيه. لا، اعظم بطوله في الكوكب والكواكب اللي جنبها. اللي جنبها يعني، فاهم؟ اللي هو خلاص عدى كمان الدوريات الخمسه الكبرى. يعني هو خبطتهم في بعض، ما يجيبش الجوله الاخيره من كاتيجوري لوحده غير الباقيين. يعني بعد خساره ليفربول من البريمير ليج في يعني في الماتش الاخير، وكانوا قريبين، وكان استون فيلا كسبانه 2-0، والناس يعني كان تقريبا قاب قوسين او ادنى من الاحتفال، وصلاح بيحتفل بالجون اكنه فوز، يعني هدف التتويج بالبريمير ليج. ترجع جوارديولا بكامباك عظيمه جدا وبيرجع يفوز. فامام دلوقتي ليفربول وكلوب، هو الحدث الاهم والاخير في الموسم، تتويج بالسابعه او بالشامبيونز ليج السابعه ليهم، والثانيه في مسيره كلوب مع ليفربول وصلاح والباقي اللعيبه تقريبا. ماتش صعب. على الجانب الاخر برضو ريال مدريد، يعني اكثر فريق متوج بالبطوله، عايز يتوج باللقب الرابع عشر، وبنزيما يحقق البالندور ويرد على مبابي في باريس. هو لو خسروا البطوله دي مثلا، لو خسروا البطوله دي ريال مدريد مش هيكسب بعد كده؟ هيكسب بعد كده. ليفربول مش هيكسب. ربنا يديك طول العمر، هتشوف ريال مدريد بيكسب وبيفرح وبياخد دوري ابطال اوروبا. جمال، مواجهة كبيرة طبعا، كبيرة، مواجهة حاضر وماضي ومستقبل وكل حاجة. بتتكلم في ليفربول، لو بنتكلم على اقوى فريق في العالم دلوقتي، فالكلام بينه وبين مانشستر سيتي، والدليل اللي حصل في الدوري الانجليزي، اقوى فريقين في العالم ليفربول ومانشستر سيتي. لو بتتكلم على حكم التاريخ وقوة الشخصية الحقيقية، فريال مدريد اللي عمل اداء اعجازي مع باريس سان جيرمان، ريال مدريد اللي عمل اداء اعجازي مع مانشستر سيتي، دخل هذه المواجهة وهو بطل الليجا، وبالتالي المنافسه صعبه، ما تقدرش تقول مين له افضليه. طبعا فرقه ليفربول مع يورجن كلوب رجعت الزمن 20 سنه لورا. مواجهه مكرره، مواجهه ال 81 بارك دو فرانس، وبالمناسبه ليفربول هو اللي كسب في المباراه دي 1-0. يورجن كلوب الحمد لله مروان ما كانش مولود، عشان كده وقعد فاهم ساكت. انا ما كنتش موجود ساعتها يا جماعه، ما تحاسبونيش على اللي حصل. فيورجن كلوب ايا كانت النتيجه، هو قدر انه تاريخيا هيفضل في التاريخ ان هو من ارجع ليفربول الى الواجهه مره اخرى. كلام منتهي بالنسبه ليورجن كلوب. ايه الفرق ما بين ليفربول، ما بين مانشستر سيتي، ما بين بي اس جي؟ احيانا الناس لما بنيجي نتكلم في الكوره على الريجيديتي او الصلابه التكتيكيه، ان الفرقه ما بتفكش، ناس كتير بتغفل ده، او بتشوف انه الفرقه اللي عندها ريجيديتي قد يكون ده شيء عامل سلبي. لكن ليفربول لما تيجي تتكلم انه قادر يحافظ، غاب عنه لعيبه، اللعيبه موجوده، تاثر مستوى بعض اللاعبين بسبب الغيابات، لعب في البريمير ليج في غياب ساديو ماني وصلاح نجمين الفرقه، وقدر انه يحافظ على هذه الصلابه التكتيكيه. ليفربول يبقى منافس في وجهه نظري انه هو المنافس الابرز حظوظا لما اجي اتكلم على تاكتيك سكواد اللاين اب اللي هيبتدي المباراه، ايفن لو قارنت بوزيشن ببوزيشن جوه الملعب على الصعيد الفردي، طبعا هتروح لليفربول، هتميل الكفه ناحيه ليفربول. لا، انا اختلف هنا دكتور، معلش. طيب قول لي. بوزيشن ببوزيشن لا، ما اعتقدش ان في كل مركز ممكن تروح لليفربول كتوتل. متفق معاك. كتوتل يعني انا لو انا بقارن 11 لعيب، 11 لعيب اكيد اكيد العدد الاكثر هيكون من ليفربول. لا، انا بشوف ان كافراد يتفوق ريال مدريد، لكن كمجموعه بقصه اللي هم اقوى تكتيكيا، اجريسيف اكتر، فيزيكال اعلى، يتفوقوا كمجموعه. لكن لو افراد كورتوا اليسون، لا اروح لكورتوا. صح. الابا مثلا، ماتيب او الابا كوناتيه، لا اروح لالابا.
كارفاخال مثلا ترند الكسندر ارنولد، ممكن اقول لك ارنولد احسن هجوميا، لكن اوفرول خبرات اروح لكارفاخال ثلاثي نص الملعب، لا اكيد كاسيميرو كروس مودريتش بلا خلاف. بس كروس برضه مش بالظبط مش جامد السنه دي، هو السنه دي وحش، لكن لو قلت لو مثلا حطيت لي فالفيردي، فالفيردي مثلا توزن الدنيا قدام بنزيما مثلا وفينيسيوس، لا في وجهه نظري قد فيرمينيو او قد جوتا او قد لويس دياز وماني. صلاح هو الوحيد اللي ما فيش خلاف عليه. مين اللي احسن من ماني؟ فينيسيوس. لا لا انا مختلف، انا مختلف على نص اللي قاله ده. لا لا انا مختلف على نص اللي قاله ده. لا فينيسيوس جونيور، لا لان هو لا فينيسيوس، لا فينيسيوس اللاعب اللي جاي، بس لو بتتكلم على كواليتي لاعب دلوقتي 41 مشاركه في اهداف، انا فاهم، بس الكواليتي اللاعب دلوقتي طبعا ساديو ماني افضل من فينيسيوس. لا وانت بتتكلم رايي يعني، اهو انت انا راجل، انت عارف انا بشجع ريال مدريد، انا فاهم طبعا. انت اغفلت، انت اغفلت فيرجيل فان دايك، قفلت فيرجيل وصلاح، لا وترينت الكسندر ارن وروبرتسون، وروبرتسون لما اجي ابص حتى انا، ما هو انت دلوقتي جيت عملت بيسموها ايه المغالطه المنطقيه، ايه هي بقى المغالطه المنطقيه يا عم مروان؟ انه انت جيت قلت ايه، فينيسيوس هو اللعيب اللي جاي واللعيب ثواني بس واللعيب واللعيب البروميسنج وعمل وقدم السنه دي مستويات، وفي نفس الوقت جيت في وسط الملعب قلت كروس عشان خبر، كروس السنه دي ما جاش. ما هو انا بقيمه بالخبرات، ما هو انا لو بالخبرات يبقى انا احط ساديو ماني وخط هجوم ريال مدريد يطلع منه كريم بنزيما بس، كريم بنزيما بس، لانه مش بس خبرات، هو المردود اللي قدمه ساديو ماني السنه دي اوفرول بيرفورمانس، رغم اختلاف خلي بالك بقى في نقطه مهمه انت قلتها وكريم واحنا الثلاثه متفقين عليها، المستوى التنافسي بره للتشامبيونز ليج، طلع للتشامبيونز ليج، بتكلم على بالك السيزون في الليجا، الليجا في حته والبريمير ليج في حته. معلش اختلف معاك في اثنين كمان انت قلتهم، ماتيب وألابا. ماتيب السنه دي عامل موسم، هو افضل موسم من ساعه ما جه ليفربول، موسم مش طبيعي، موسم عظيم جدا. فلو بنتكلم كمان على كواليتي الموسم، ماتيب كواليتي عالي طبعا، لا وعلى كواليتي الموسم بشكل عام ديفيد ألابا لعيب عظيم صح. جدا بس مش سنتر باك كمان يا كريم، ألابا بيلعب سنتر باك بقاله ألابا طويلة. ألابا توهج بشده مع الباير فين؟ لا بس هو قاله، بس هو من السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت وفي منتخب النمسا عنده مشاكل كتير في سنتر باك كسنتر باك يعني. ألابا لعيب، انا مش مختلف معاكم، ألابا لعيب كبير جدا، لكن ألابا في السنتر باك مشاكله واخطائه زادت جدا عن وهو بيلعب في الليفت سايد. لا وتعالى بقى اقول لك حاجه، انا كازيميرو من افضل اللعيبه اللي بحبها طبعا في اخر 5 6 7 سنين تمام. بس برضو لو هتقارن كازيميرو بفابينيو السنه دي، ففابينيو عامل موسم افضل من موسم كازيميرو مع ريال مدريد. ما هو يمكن انا بقول يعني كاوفرول ال11 يعني انا بشوف ان ليفربول الاوفر حظوظا، ليه؟ لان هم اجريسيف اكتر، هم فيزيكال اعلى، هم يقدروا يلعبوا 120 دقيقه ما عندهمش مشكله، هم هيضغطوا عالي، هيعملوا الضغط المرتد، هيقدروا يبنوا الكوره، عندهم سرعات في الناحيه الهجوميه، سرعات في الناحيه الدفاعيه، كافراد في كل مركز عندهم، يعني فيرجيل مفيش راموس خلاص في نص الملعب، مفيش كروس بتاع زمان، بس في مثلا تياجو الكانتارا الناس مثلا ممكن تتناسى شويه، صلاح مش هو صلاح 2017 يا جماعه، صلاح بقى قصه تانية مختلفه تماما، شخصيه وكاريزما وفينيشنج على الجون، كريستيانو مش موجود، اسكو بتاع 2018 مش موجود. فكاوفرول كان ريال مدريد في 2018 اخر ماتش تواجهوا فيه في الفاينل كان ريال مدريد في البيك وهيبدا ينزل، وليفربول لسه بيوصل للبيك دلوقتي، ليفربول هو للبيك وريال مدريد هو اللي بيحاول. لكن في مراكز بحس ان هي يعني مركز بنزيما مثلا فينيسيوس كورتوا، وده اللي واضح جدا في الشامبيونز ليج زي ما انت اتكلمت كريم، فكره هو ريال مدريد كسب باريس ازاي، كسب السيتي ازاي، كسب تشيلسي ازاي، بثلاث اربع لعيبه في 10 15 دقيقه هو ده اللي ريال مدريد يقدر يعمله. لو قدر يعمله تاني قدام ليفربول ساعتها ممكن يتواجه باللقب، لكن اوفرول 90 دقيقه فريقين بيتواجهوا، لا ليفربول ده يصطدم بقى باللي انا كنت بقوله في الاول يا مروان بالريجيديتي، ليفربول مش هو بي جي، ليفربول عنده شخصيه يعني شخصيه في ريجيديتي في الملعب. لو كلمه شخصيه اللي اتقالت على ريال مدريد في ماتشين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وده فعلا حقيقي عشان عملت اسكات وهزار على قصه لا دي حقيقه، زي شخصيه ريال مدريد ليفربول عنده شخصيه طبعا، ده بقى الفرق بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي. ايوه يعني النقطه اللي قدر يتغلب ويرجع بيها تاني في يا رب يا رب يا رب جوارديولا ما يسمعنيش برضه انا بقول كده عشان ما يردش عليا زي ما رد على ايفرو بالباتوف. لا هو انا على فكره من اكتر المدربين المحببين ليا في العالم كله، هو بالنسبه لي الراجل الراجل ده بيعمل علم يعني هو الراجل بيقدم علم، مش بس بيقدم كوره، الراجل ده بيقدم علم. اقول لكم حاجه بيب جوارديولا واعترف بيها، انا ممكن زي بعضينا كده نقعد نفهم كوره ونحلل كوره وكلنا بنحب الكوره وكل الناس اللي بتتفرج عليها بتحب الكوره طبعا، بس انا حرفيا ساعات وانا بتفرج على بيب جوارديولا في ماتشات كتيره للسيتي انا ما بفهمش هو بيعمل ايه او عايز ايه يعني نقدر نقول كده بكل تواضع يعني فاهم اللي هو ايه، انت سهل تفهم يورجن كلوب بيعمل ايه طبعا، مش طبعا مش كل التفاصيل يعني في تفاصيل هو اكيد تريكات هو اللي بيعملها،
تفهم انشيلوتي بيعمل ايه، تفهم زيدان بيعمل ايه، بيوريك حاجه في الكوره جديده انت لسه اصلا ما شفتهاش، ما نزلتش في الكتب يعني زي ما بيقولوا، لسه جديده اول مره تشوفها. بيقدم علم هو يعني عشان على فكرة كده موضوع كانسيلو ده، سوري يا دكتور محمد، موضوع كانسيلو اللي هو يدخل من الشمال لعمق الملعب، دي ما ده اختراع بيب جوارديولا، فكره ان هو يدخل الباك الشمال في نص الملعب عشان يفضي الجناح تماما للسنتر باك ان هو يروح فيعمل ده، غير الموبايل ده لان المزيكا بتاعه تشامبيونز ليج الفاينل يعني بالمناسبه يعني الموبايل سمعنا يعني واحنا بنتكلم على بيب جوارديولا وامكانياته. طيب يوم المباراه الامور بتختلف طبعا، في هي مباراه واحده ريال مدريد لو تخطى باريس والسيتي، وحط في اعتبارك حاجه نقطه مهمه جدا، الريال قدام باريس في مباراه الذهاب كان سيء جدا جدا، الريال قدام السيتي في مباراه الذهاب كان سيء جدا طبعًا. يعني في مباراه اولى عند الريال بتبقى سيئه صح، المره دي هتبقى هي مباراه الا ماتش تشيلسي بس كان في الماتش الاولاني كويس. حمى البدايه موجوده عند ريال مدريد، موجوده عند فرق كتير بالمناسبه. البدايه لو هي مواجهات اثنين ليكس يعني هوم اواي او مواجهه في بدايه المباراه، يعني انا في بدايه المباراه هبدا المباراه ازاي، في مشكله عند ريال مدريد ايفن حتى في المباريات اللي قدر ريال مدريد يعمل فيها رومنتادا، هو بدا المباراه وحش صح. البدايه كانت سيئه صح، بيرجع خلال المباراه، هل يسمح ليك ليفربول حتى لو رجعت تاني في المباراه ويرجع لك الفرصه اللي انت هتديها في بدايه المباراه اللي هي يقينا المدرب ما بيطلبش كده، يقينا حتى لو طلب حاجات تاكتيكال ان انا اهولد الملعب وابتدي اشتغل في وسط الملعب وهدي الملعب وان انا ما اخدش اخطاء كتير اديها للمنافس في بدايه المباراه، لكن حصلت مره واثنين وثلاثه واربعه، اذا المدرب ما بيطلبش كده، هو في كل مره بيحاول تدارك الخطا وفي كل مره بينبه على اللعيبه ان هم يشتغلوا بشكل مختلف. اكيد انشيلوتي عمل كده، عنده من الخبرات الكافيه ان هو يتكلم مع اللعيبه ان المشكله دي تحديدا لانها مشكله من الفريق ككل مش عنصر او اثنين انها ما بتعملش، لكن ليفربول لن يسمح ان هو لو ريال مدريد بدا المباراه بهذه الطراوه الدفاعيه، الطراوه تحديدا الدفاعيه ليفربول مش هيديله الفرصه دي صح. لان ليفربول وانا هاخد بقى الكلمه اللي قالها مروان، فريق استادي عنده يقدر يشتغل معاك ال 120 دقيقه بافريج بيرفورمنس 7/10 ما ينزلش، ممكن في اوقات يوصل 9 بس ما بينزلش الخمسة واربعة صح. فما بيقعش يرد لك اللي انت عملته له، ده اللي حصل مع السيتي بعد تغيير محرز والاخطاء اللي حصلت والهبوط البدني عند بعض اللاعبين، ده اللي ادى فرصه ريال مدريد. نفس الكلام في مباراه البي اس جي، التفكك جوه الفرقه، التفكك التكتيكي اللي موجود عند البي اس جي هو اللي ادى فرصه ريال مدريد. انا ما اظنش ان ليفربول هيدوا الفرصه دي. في حته استفاد منها ريال مدريد قوي، اعتقد استفاد منها تحديدا فاينل تشامبيونز ليج السنه دي، ان مبابي ما راحش ريال مدريد او جدد مع باريس سان جيرمان، حاسس كده بحاله ثوره وغضب من لاعبي نادي ريال مدريد ان احنا ريال مدريد وريال مدريد ده النادي رقم واحد صح. عايزين يبعتوا له رسائل كتيره ان انت خسرت ريال مدريد، فده دافع للريال اكيد معنويا انه نازل المباراه ديت ما بيهزرش. اتفق معاك جدا، وده واضح على السوشيال ميديا بتاعت اغلبيه اللعيبه. رودريجو اول ما مبابي اعلن تجديد، اول ما رودريجو عارف ان مبابي اعلن تجديده مع باريس نزل على طول صوره على انستغرام وتويتر وهو بيحتفل بالجوان قدام سيتي وبيبوس شعر ريال مدريد، بعدها فينيسيوس عمل نفس الموضوع بنزيمة. بعدها بنزيما نزل شعار ريال مدريد وهو بايده المتعوره بقى لها 3 سنين فالفيردي حتى كتب ان الانتماء لريال مدريد ده شرف، مش هتبقى انت لازم تكون محظوظ عشان تحصل عليه. كارفاخال مودريتش كل الناس اتكلموا في الموضوع ده، حتى في اليوم الصحفي المفتوح تكلموا في الموضوع ده جميعا، يعني واضح ان هم عايزين يثبتوا حاجتين، اولا في لعيبه في مراكز امبابي عايزه تثبت ان احنا لا احنا نقدر، احنا وصلنا اوريدي الفاينل تشامبيونز ليج وقادرين على تحقيق اللقب اللي امبابي ما حققهوش لحد دلوقتي بايدينا، زي فينيسيوس زي رودريجو زي اسانسيو، ولعيبه تانية زي بنزيما وزي مودريتش اللي كانت محتاجه امبابي لانه هيفيدها في نهايه كاريرها وهو تخلى عنهم بعد وعود كبيره جدا قدمها الريال مدريد، والبنزيما ان هم يثبتوا لا احنا قادرين بعد ما اخرجناك من البطوله احنا نفوزها في باريس في مدينتك اللي انت منتمي ليها يعني. فطبعا هتبقى دوافع كبيره جدا لريال مدريد وللعيبه، لكن برضو ليفربول دوافعهم عظيمه جدا يعني. دوافع ليفربول انا بشوفها اقوى بكتير، وليفربول يعني زي ما دكتور جمال قال انا بشوف ان ليفربول لو بادر بالتسجيل الموضوع هيكون صعب جدا على ريال مدريد. انا شايف العكس بصراحه، لو ريال مدريد بادر بالتسجيل، لو ريال مدريد وما عرفش تفي معايا يا جمال ولا لو ريال هو اللي سجل الاول ليفر هيبقى عنده مشكله، لو ليفر سجل ريال مدريد في كل المباريات اللي تسجل فيها اهداف كان بيعرف يرجع. بس الماتش ده هل يقدر؟ انا متفق في النص الثاني ان هو ريال مدريد بيرجع، متفق جدا في النص ده، لكن ان ليفربول ما يقدرش يسجل دفاع ريال مدريد ليس بهذه القوه. بس يعني كمان ليفربول دفاعه السنه دي
مش زي كل سنه. فيرجيل بعد الاصابه انا ما زلت مقتنع يعني ان فيرجيل بعد الاصابه ليس فيرجيل قبل الاصابه. عامه بشوفه لو بيلعب بنص رجل هو اجمد واهم وافضل مدافع في العالم. متفق حاليا. متفق. لا لا متفق. يعني حتى لو انت دي وجهه نظرك اللي انت شايفها وممكن تكون وارده مش هو مش في العشرة من عشرة ممكن يكون 9.5 فيفضل فان دايك. يعني فان دايك مرعب يا جماعه. ده مرعب. ده بيدافع. انا ما شفتش لاعب في حياتي بيدافع بستايل فان دايك. يعني معاك انا شوف انا الواحد شاف مالديني هو بيدافع بعقله. شاف نيستا. شاف كانافارو. طبعا. شاف الاسماء اللي استام. شاف اسماء مدافعين عباقره. بيول اسامي كبيره. اسامي كبيره كتير. مفيش زي فان دايك بصراحه مع كامل الاحترام يعني. طيب عايز اسالك على حاجه قبل ما اخرج من قصه امبابي دي وهنرجع تاني للماتش بس الشيء بالشيء يذكر. يعني امبابي ما راحش ريال مدريد وريال مدريد الحديث في العالم دلوقتي ان انت عندك ليفت وينج كويس اللي كان ممكن يلعب مكانه امبابي اللي هو فينيسيوس. طبعا. وعندك سترايكر طبعا كريم بنزيما. طبعا. ورودريجو كويس على فترات يعني الخطفات اللي بيخطفها دي. بس يتقال لك انه لا ريال مدريد محتاج رايت وينج اكتر من اي مركز تاني. طيب رايت وينج ده مين اللي موجود في العالم رايت وينج؟ لا مش بس مين موجود في العالم رايت وينج غير صلاح. يعني هحط صلاح على جنب. هحط صلاح على جنب. ده رايت وينج يبقى صلاح. الفرق الكبيره كريم لازم يبقى عندها ذخم النجوم. صح. يعني لازم عندي نجوم يتقلوا الفرقه ونجوم قادرين يدوا مش بس نجوم. عشان كده انا اعترضت على قصه كروس نجم لكن كروس مش هو كروس. فانا محتاج نجم وقادر يدي عنده القدره على العطاء ويقدر يطلع الفرقه بس ما يكونش برضه لعيب ناشئ. ما هو رودريجو كواليتي كبيره. فينيسيوس كواليتي كبيره لكن هل عنده الخبرات؟ هل هو نجم؟ هل يقدر يشد الفرقه معاه؟ لا. فانا محتاج نجوم حد عنده الشخصيه والقدره والموهبه انه وصل الى هذا الحجم انه يشد الفرقه لفوق. مين رايت وينجر؟ محمد صلاح. ما فيش تفكير للحظه ان انا ممكن افكر في رايت وينجر تاني غير صلاح ينفع فريق بحجم ريال مدريد. صح. يعني اي فريق برشلونه عنده بروجكت بيحاول يعمل مشروع لو بيفكر في حد في البوزيشن ده برضه يفكر في محمد صلاح. ما فيش اوبشن في العالم اكثر فعاليه ان هو في المواصفات اللي انت قلتها دي غير محمد صلاح. انا انت كنت بتتكلم حتى بفكر عشان نبقى بحياد اكثر واحنا بنتكلم. لا مفيش. هل في رايت وينج غير محمد صلاح ممكن يليق بريال مدريد دلوقتي؟ فمفيش غير محمد صلاح. لو جيت حتى بصيت على التوب 10. طيب. يا كريم في البالندور في اي مش هتلاقي حد رايت وينجر بنفس القصه. صح. دي بعد ما ميسي مشي واتنقل من رايت وينجر بقى يشتغل انسايد او رقم 10 في بي اس جي. صح. ما بقاش في حد ناحيه الناحيه دي. طيب انت لو بمنطق الحياد تختار لصلاح لو عرض عليه ريال مدريد يبقى مع ليفربول ولا يجي ريال مدريد؟ يبقى في ليفربول. يب طبعا. ليه بقى؟ لان انا اتمنى له الخير على المستوى الشخصي. اكيد هو اكيد هيبقى لو اختار هيختار الاختيار المثالي بالنسبه له. جمهور ريال مدريد صعب. الاعلام الاسباني اعلام صعب. جمهور ريال مدريد جمهور ما بيشيلش الجميل. انا يعني ده عملنا في كريستيانو وكاسياس وراؤول وجوتي ومورينيو. بص عد بقى لبكره اللي ما يعمل. الناس ممكن تختلف او تتفق ولكن هو ده اللي مخلي ريال مدريد هو النادي الاعظم في اوروبا. ان هو دايما لا يبقى يعني مش بيشيل الجميل لحد من الاخر. راموس على سبيل المثال. فهل صلاح مش محتاج في الفتره دي من تاريخه وكاريره ان هو يبقى كل اللي بناه هو واقف عليه؟ هو هيروح ريال مدريد. خلي بالك هو كل اللي عمله في ليفربول ده بالنسبه لجمهور ريال مدريد هو مش عايز اقول لا شيء ولكن هو انت بتبدا من جديد. انت هتبقى عامل زي هازارد كده. انت لسه جاي هتلعب. انت نصيبك. هنشوف بقى هنشوف انت هتقدم لنا ايه وهو ده البيز اللي هتقف عليه. لكن انت في ليفربول انا في وجهه نظري صلاح من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ النادي اصلا يعني. صح. فلا بقائه في ليفربول هو الافيد لي. راجل بيوصل في الشامبيونز ليج. راجل هداف البريمير ليج. وبعدين البريمير ليج اقوى بكتير من الليجا. الليجا بقول لك يروح لو كان امبابي مثلا موجود وهو راح برشلونه فبقى هيبقى في تنافسيه. هالاند يروح لكن دلوقتي ده هالاند رايح السيتي. ده انت عندك تحدي جديد ان انت خدت الحذاء الذهبي قبل كده من ماني من اوباميانج من لاكازيت من هاري كين من فاردي من كريستيانو. السنه دي كمل وخده السنه الجايه كمان من ايرلينج هالاند. فمصلحته ان هو يفضل. وجهه نظرك ايه يا جمال؟ قولا واحدا ما يمشيش. يفضل قاعد في ليفربول. صلاح رايح انه يكون النجم الاسطوري مش بس في ليفربول. هو خلاص وصل الى هذه المرحله وخد الكثير من الارقام القياسيه الخاصه بليفربول سجلت باسمه. صلاح يسبقه لاعب واحد فقط في الحذاء الذهبي عدد مرات الحصول على الحذاء الذهبي. لما اجي اتكلم انه هداف البريمير ليج ثلاث مرات هو لاعب واحد فقط ألان شيرر اللي خد الجائزه دي اربع مرات. اللاعب الاسطوري في تاريخ هداف البريمير ليج ألان شيرر يفصله عن النادي عن محمد صلاح واحده ومحمد صلاح يسيبها ويمشي. لان يقينا اللي بيعمله محمد صلاح ده اسطوري.
فيقينا هيكرر ده تاني، ربنا يكرمه ان شاء الله، وهيكرر ده تاني وهيطلع ده بريمير ليج سواء الموسم اللي جاي او اللي بعده، فلا يكمل طبعا مع ليفربول. بص انا رايك انت مروان بتفاصيله دي انا كنت متفق معاه وما زلت متفق معاها مليار في المية. والجزء اصلا انا مشجع ريال مدريد طبعا، الجزء ده انا كنت بكره جماهير ريال مدريد بتاع اسبانيا بسبب كده، انه ما لهاش عزيز ولا غالي، وخايف على صلاح من القصه دي. وعجبني فكره اسطوريه محمد صلاح في ليفربول انها تكمل ويبقى هو الاسطوره الاولى كمان في تاريخ ليفربول، مش بس مجرد واحد ضمن اساطير ليفربول، هو يبقى رقم واحد في اساطير، وده يقدر يعمله محمد صلاح. بس رحت بصيت لها من حته تانية، بعد 10 15 20 سنه في المستقبل 30 كمان، عندنا لاعب مصري اسمه محمد صلاح عدى على ريال مدريد. ليه؟ ليفربول هو اعظم نادي في العالم دلوقتي مع مانشستر، اكبر طبعا نادي في العالم طبعا، وله تاريخ وعظيم وكل طبعا شيء، بس ريال مدريد يبقى هو كبير الكبار في اوروبا والقارات والقارات اللي جنبها، صح الكبير قوي يعني، تمام. فعندنا لاعب مصري عدى على ريال مدريد، دي هتفضل للتاريخ، صح. نتذكر اللاعب المصري الذي لعب لريال مدريد محمد صلاح. مش هتقلل اللي عمله محمد صلاح يعني لو ما راحش ريال مدريد، بس ناخد يعني عارف انت الطمع، ما ناخد حته ريال مدريد كده، اتمنى له حاجه يعملها قبل ما يفكر التفكير ده. اها اتمنى ما يسمعنيش هنا انه ما يكونش سامعك. نفسي انه ياخد الشامبيونز ليج فياخد البالندور. اه انا نفسي محمد صلاح يستحق انه ياخد البالندور. هو مش هياخد البالندور لو هو في ريال مدريد، لا ان شاء الله ان شاء الله ياخد. اسمع احنا حافظين القصه احنا حافظين القصه اصلا. لا ان شاء الله ان شاء الله لو خد الشامبيونز ليج، لان خاصه انها تتعمل في اكتوبر قبل كاس عالم وقبل التوهج بقى اي لعيبه هتتوهج في كاس العالم. بيقول لك لو خد الشامبيونز ليج ما ممكن ياخدها ساديو ماني. انا مش عارف من اي منطق، من اي منطق فريق ليس هو اللعيب في الفريق بتاعه اصلا، النجم الابرز في فرقته يعني باي منطق هقول لك اللي هو هداف الفرقه. لا هقول لك المنطق اللي هيحسبوه، انا ما بحبوش يعني، مش هو ده اللي انا بايده، بس هقول لك ده اللي خد كاس افريقيا مع منتخب بلاده، ده اللي وصل منتخب بلاده كاس العالم، ده اللي شارك بقى في كاس الاتحاد الانجليزي وكاس الرابطه زي صلاح، بس دفع عليهم الحاجات بتاع منتخب بلاده وفاز برده بالتشامبيونز ليج. يعني انت بتحسب التشامبيونز ليج على محمد صلاح بس ما بتحسبوش على ساديو ماني. ما هو هيتحسب لساديو ماني، ما هو في فيها كريم. وخد بالك ان ارقام ساديو ماني في انا دلوقتي في دوري الابطال افضل من ارقام محمد صلاح، لكن انت لو سالتني انا لا طبعا محمد صلاح هو المؤثر الاول طبعا طبعا. لا وفي انا بقول لك بس هو ممكن تقييمه بيعمل ازاي، حتى التقييم ما هو ليه بنود من ضمن هذه البنود هي المساهمات الفرديه. لما اجي اتكلم على بريمير ليج هو عمل ايه مع في البريمير ليج السنه دي، هو هداف البريمير ليج والاكثر صناعه تاثير، ايه اللي انا بتكلم عليه مقارنه باي لاعب في البريمير ليج مش بس ساديو ماني، صح. لما اجي اتكلم على الايفن حتى على الشامبيونز ليج الارقام ساديو ماني فيها افضل، محمد صلاح مؤثر جدا في في الشامبيونز ليج، يعني الجاب مش كبير لكن الجاب في البريمير ليج كبير جدا. ايفن حتى تاهل كاس العالم بتاع السنغال او التاهل الفوز بكاس الامم كان فين ساديو ماني؟ ساديو ماني لعب مؤثر طبعا لكن ما كانش شايننج، ما كانش مؤثر، ما طلعش هداف البطوله، ما كسرش الدنيا مع السنغال، كان في لعيبه كتير هم كمجموعه كانوا افضل مننا في وقت من الاوقات، لكن هو ما كانش بهذا التاثير اللي كل جمهور ليفربول. هو مين اللعيب حتى عند الجمهور اللي رقم واحد في فرقه ليفربول؟ طبعا محمد صلاح بلا شك، رغم ان في نجوم تانية، في فيرجيل فان دايك، في ارنولد الانجليزي، هندرسون الانجليزي. فلما تيجي تتكلم على بالمسطرة دي مستحيل احط صلاح في مقارنه مع ساديو ماني باي شكل من الاشكال. حتى انا عارف انك بتتكلم على وجهه النظر الاخرى، فحتى في وجهه النظر الاخرى دي اعتقد انها مش فاليد، والايام بيننا حتى لو لا قدر الله صلاح خد حتى الشامبيونز ليج وما خدش البالندور، اكيد محمد صلاح هيبقى رانكينج اعلى من ساديو ماني، وانا مغمض من النهارده. طيب مواجهه انشيلوتي ويورجن كلوب. انشيلوتي من المدربين اللي بيعرفوا يلعبوا نهائيات طبعا. بغض النظر طبعا عن نهائي اسطنبول، تمام. بص مش عايز افتكره ده هو نفسه فاكره على طول. نهائي اسطنبول الشهير ميلان وليفربول، النهائيات الكبيره التاريخيه. تعرف انا كنت رايح الماتش ده؟ لا والله. اه والله العظيم انا ربنا، بس حصلت ظروف يعني، كنت لسه في الجامعه وفي تفاصيل يعني، بس كنت حجزت وعملت، كنت تخيل كنت هاجي اقعد معاك دلوقتي كده وفريق نفسي. بقول لك نروح باريس. انا ايه الفاينل يوم باريس؟ يلا بينا. لا ده انا حاجز في القهوه جنبك. حاجز اربع كراسي. حاجز في القهوه اربع كراسي مكسر بيهم الدنيا. فانشيلوتي بيعرف او متمرس في المباريات النهائيه، ويورجن كلوب برضه متمرس في المباريات النهائيه. تكلم في مدرب الماني عنده من الذكاء ومن الدهاء ما يكفي، وعندك مدرب بره قاعد هادي وبيعرف ياخد اللدغه تمام. انت ما تحسش ان انشيلوتي ابدا في اي مباراه ابدا
انه ده نازل يكسب اصلا. انشيلوتي هيخسر يا جماعه، انشيلوتي هيخسر يعني. ما انا على فكره انشيلوتي مش مدربين بقى محببين الى قلبي، بس بينزل يكسب بسهوله يعني. هو مدربين مختلفين تماما. واحد الفلسفه الضغط العالي والكاونتر بريس او الضغط المرتد، يعني بينهك اللعيبه يعني بيقطع نفسهم جري طول الماتش. طب بالمناسبه عشان انشيلوتي هيلعب برده بالاربعه اللي في النص دول؟ انا لما بيعمل الحركه دي بعرف اطول ان راح في 60 راح في 60 دقيقه اعتقد. فالفيردي فالفيردي وتوني كروز وكازيميرو ومودريتش اعتقد، بس ممكن فالفيردي يبقى تالت قدام شويه ويبقى ليه ادوار ان هو يرد في نص الملعب لو لعب كده يعني. خلينا هيبقى عنده مشاكل كتير. ما يعني ما فيش هو بيحاول يحمي وسط الملعب، هو بيحاول يحمي وسط بس كل مره بيعملها بيخسر يعني. انا اتصور انه بيبقى فيه كتره بس ما فيش كتره. ما هو الفكره في الادوار المركبه اللعيبه اللي ما بتاديهاش، فمشكله طبعا. لكن انا بشوف ان يورجن كلوب في وجهه نظري هو افضل مدير فني في العالم حاليا مع جوارديولا طبعا، يعني الاثنين افضل مديرين فنيين في العالم. كلوب من ايام بروسيا دورتموند هو مدرب عظيم جدا، مدرب سياسته دايما واضحه جدا ان هو بياخد وقت بس بيوريك كوره مختلفه عن باقي الفرق في العالم. البروجكت اللي عمله مع ليفربول يدرس للانديه اللي عايزه تعمل مشروع. اتمنى ان مانشستر يونايتد على سبيل المثال تاخد البروجكت ده يعني ايريك تن هاج يشتغل على بروجكت شبيه ليه عشان يوصل لنفس المرحله. ده من مانشستر يونايتد اتمنى يعني. بس يعني بص محبط صعب جدا يعني. هو خلاص جربنا كل حاجه تبلدت مشاعر. انا قلت جوزيه مورينيو هيجي ينقذ ما فيش اي حد سيستم. من جال جه انتهى موضوع اداري. احنا بندفن اي مدرب يعني. الراجل ده يا عيني هيندم ندم عمره خلاص، انتهى الكارير بتاعه اللي كان بيحاول يبنيه. خلينا في الناس الكويسه بتاعت يورجن كلوب. مدرب اولا بيصنع النجوم وبيطورهم يعني. صلاح قبل يورجن كلوب غير صلاح بعد يورجن كلوب. فيرجيل نفس الموضوع، أليسون نفس الموضوع، أرنولد، روبرتسون، يعني كل اللعيبة اختلفت مع يورجن. حتى لويس دياز. لويس دياز. حتى لويس دياز. دييغو يوتا. كل اللعيبة حتى أوريجي يا جماعة، ده أوريجي مع ليفربول يعني واحد من أهم اللعيبة في حقبة يورجن كلوب. أما أنشيلوتي هو المدرب الكلاسيكي جدا. المدرب اللي مش بيشتغل على التفاصيل الصغيرة والتحليل الكتير، ساب الجزء ده كله لديفيد أنشيلوتي اللي هو ابنه والمساعد بتاعه، هو المهتم بالتفاصيل دي. يعني بيتجرب فينا. ذاكر في البيت. لا ما هو بيجرب حلو عشان. لا هو ديفيد أنشيلوتي مدرب كويس. لا أنت عايز ريال مدريد السنة دي أصلا اول الموسم انت كنت لا متوقع تكسب دوري يعني. ولا متوقع توصل فاينل ايه، كنت متوقع توصل دور 8 في الشامبيونز ليج. فاللي حصل للريال مدريد السنه ده اعجاز. لكن هو المميز في انشيلوتي هو تعامله مع اللعيبه يا كريم. يعني فكره ان في ماتش مانشستر سيتي يستدعي كروس ويستدعي مارسيلو ويستدعي بنزيما والثلاثه يقفوا على خط يتشاوروا احنا ننزل مين ونطلع مين، فهو دايما قريب من اللعيبه وبيجذب اللعيبه. شخصيته ضعيفه ما شاء الله. هو شخصيته في الواقع يعني هو شخصيته مش قويه فعلا، وهو رجل الاداره. ولكن الانديه اللي شبه ريال مدريد بلعيبه شبه شخصيه ريال مدريد هي عايزه مدرب يكون قريب منهم اكتر ما يكون مدرب يمشوه. لان هو مثلا مورينيو اقوى شخصيه في تاريخ الرياضه ما قدرش ينجح معاهم. بس انا اقول لك على حاجه، هو مش شرط مروان يعني. نادي مدريد مؤسسه وسيستم وكل شيء متفق معاك، لكن قصه ان المدرب يبقى شخصيته ضعيفه، خلي بالك انا متفق مع كريم ومتفق معاك انه ما تم انجازه من ريال مدريد الموسم ده عظيم جدا جدا في وجود انشيلوتي. لكن انشيلوتي نفسه تعامله مع الكثير من الامور والمباريات والتفاصيل، مش معنى ان النتيجه الاجماليه طالعه كويس ان التفاصيل جيده. لا، التفاصيل سيئه جدا. صح جداً. يعني وانت عارف الكلام ده اكيد يعني. انت عنده كوارث دفاعيه السنه دي. لا كوارث في نص الملعب عندنا. الدفاعيه دي اقصد كوارثها كمنظومه مش كلاعبين في الدفاع. وحتى هجوميا احنا كنا معتمدين دايما على فينيسيوس وكريم، والدليل انه بنزيما لما غاب الكلاسيكو صح تهنى. لا الملعب كله فك، مش بس هجوميا ما قدرتش تسجل، لا انت عمليه الضغط اتاثرت، عمليه البونه اتاثرت، عمليه الهجوم على الوينجات تاثر، كل شيء تاثر في غياب بنزيما. ففي النهايه انا بشوف ان ريال مدريد هو السنه دي هو منظومه تقوم على جوده الافراد، جوده فينيسيوس، كريم، مودريتش، توهجهم في بعض الدقائق من الملعب، رودريجو ينزل يقلب الدنيا في بعض الدقائق من الملعب، كامافينجا يديك لمحه مميزه، كورتوا دايما كان حاضر طول الموسم. هو ده عجبني انك كامافينجا انه هو حاطط بوجبا مثلا اعلى ليه. ده أسوأ مثل ممكن ياخده واحد في حياته. هو لو حطه يبقى خلاص. يبقى خلاص. هو قال لك مثلا على بول بوجبا يبقى خلاص بعد سنه. كفايه كده. خلاص كده. بس انا في سؤال قبل ما تسال كريم، معلش في سؤال احطه هنا لانه مروان بيراهن على جوده الافراد. طب سؤال بديهي جدا. طب انا طبيعي كفريق، انا ليفربول قاعد بحضر وقاعد بشتغل عشان اقفل على الافراد دي. طب الاثنين دول اتعطلوا. فين بقيه المفاجاه؟ لا خلاص ده عكس ليفربول. بس اقول لك حاجه، ليفربول مجموعه. بس اقول لك حاجه عشان ابقى امين برضو، ما هو السيتي عطل بنزيما، السيتي عطل فينيسيوس، نزله رودريجو خلص المباراه. لا مختلفه يا كريم. ليه؟
رودريجو لما نزل حاله من اصلا عمل مباراه كبيره جدا في قدام السيتي اكتر من مودريتش طبعا يعني مقفل على مودريتش عمل اداء رائع بس خلي بالك اللي عمله رودريجو احنا بنتكلم على الربع ساعه الاخير من المباراه حاله من الثقه الشديده بعد تسجيل الهدف الاول للسيتي المباراه خلصت الديكلاين ده كان فيه توفيق غير عادي صح. من ريال مدريد صح. يعني بسيناريوهات العاديه مهما كنت انا جيد ما تضيعش هنا من على الخط وتخش هنا وتضيع هنا من على الخط وتخش هنا صح. ده توفيق غير عادي وعلى فكره انا ما بقولش التوفيق ده اسقاط انه شيء سيء بالعكس اي فريق معاش اي فرقه معاش توفيق في الدنيا لو صح. عملت ايه مش تكسب لا اقول لك حاجه هو التوفيق كان مع ريال مدريد قدام السيتي اكتر في مباراه الذهاب طبعا لو تفتكر مباراه الذهاب طبعا المباراه كانت تخلص سكور كبير قوي دي تخلص 6 7 8 خلصت بسكور يعني. اللي يشوفه يحس انه المباراه كانت 50 50 ده مش حقيقي جوان ريال مدريد اصلا يعني الاكس جي بتاع جوان ريال مدريد او الهدف المتوقع من الهدف اللي سجل ضعيف جدا الكره البنزيما الاولانيه او كونوت فينيسيوس اللي واخدها من نص الملعب البنالتي طبعا اوكي ماشي فنانكا بتاعت كريم لكن الهدفين دول لا طبعا على غرار بقى الاهداف الثانيه اللي ضاعت من محرز وفودن اللي ردت في العارضه ورجعت وحصلت ذهبا ايابا ذهبا ايابا فعلا انا متفق جدا ريال مدريد موفق جدا في بعض الاوقات يعني وده يرجع لشخصيه ريال مدريد انا بحس في بعض الاحيان ان تيشرت ريال مدريد بيلعب لوحده بجد والله مش كلام كليشيهات زي تيشرت النادي الاهلي في افريقيا لما تحس انه ممكن يكون سيء بس يقدر يكسب بحس ريال مدريد كده لكن الفكره هنا انه بيلعب تيشرت تقيل عايز افتح معاكم موضوع قبل ما نختم يلا بس موضوع يعني شاغلني نفسيا الدوري الانجليزي حلو قوي يا جماعه طبعا ولما بقول حاجه حلوه يعني بصوا مش عارف اقولها ازاي والله انا بحاول احسنها بس مش راضيه تيجي معايا بس ليه بعيد قوي بعيد الدوري الانجليزي بصراحه عشان مش هقول بعيد بس عن الدوري المصري هو بعيد عن كل الدوريات اللي في العالم ايه اللي فرق الدوري الانجليزي عن كل الدوريات اللي في العالم واحد واثنين وثلاثه السيستم ده رقم واحد واثنين وثلاثه في منظومه بتعمل على الصعيد الاعلامي على الصعيد الرياضي على الصعيد التسويقي على صعيد جلب اللاعبين الشغف الجماهيري التوزيع بتاع الانديه نفسها كل نادي في مدينه له جمهوره كل الملاعب كامله العدد الجماهير طبعا جزء الظهير الجماهيري للبطوله بيضفي الكثير على شكل البطوله نفسها التسويق الاعلامي للبطوله الترويج للبطوله وللنجوم اللي بيجوا المبالغ الماليه الكبيره جدا اللي بيتم ضخها ما اقدرش اقول غير كده ليه فممكن حد يجي يقول لي طب ما في مبالغ ماليه كبيره جدا بيتم ضخها في الدوري الفرنسي لا ده نادي واحد هناك مبالغ ماليه كبيره جداً وعوائد ماليه كبيره جدا صح. بطل الشامبيونشيب ياخد كام الثلاث فرق طالعين من تحت بياخدوا كام ليه هو مش بياخد علشان خاطر هو اكثر جماهيريه من الفرق اللي طالع لها لا هو عشان يطلع يقدر ينافس ويحافظ على شكل الدوري صح. اجمالا البريمير ليج يمتلك سيستم في كل هذه النقاط يخليه هو في منطقه انا شكل احنا قلنا هو في كاتيجوري تاني خالص عن الدوري الاسباني والايطالي والفرنساوي والالماني لما تيجي بقى تقارنه بالدوري المصري عارف انك ما بتقارنش بس اكيد نفسنا نبقى قريبين شبه يعني واخدين حتت صح انا قلت لك ايه السبب الرئيسي ايه الفريم الرئيسي السيستم هل نمتلك سيستم هل نمتلك سيستم قادر على ده هل الناس بتتقبل السيستم وما بتحطش ضغوط سواء بقى جماهير افراد مسؤولين على الناس اللي بتحاول تشتغل سواء رابطه او اتحاد كره هل الناس بتسيبهم يشتغلوا لما بيكون في محاولات للاصلاح عشان برضه ما احطش القصه كلها على الضغوط يعني صح محتاج سيستم احنا قعدنا هنا يا كريم افكرك في 30 ثانيه كنا بنتكلم على كارلوس كيروش والمشروع 90% من الوقت كنا بنتكلم على المشروع ما بنتكلمش على كارلوس كيروش كفرد صح. بنتكلم على المشروع من وقت ما كنا بنتكلم هنا بعد انتهاء بطوله افريقيا مباشره وبعدها بعد تصفيات كاس العالم والنهارده نما الى علمك ان في بروجكت تم اعلانه يخص منتخب مصر او يخص الدوري المصري لا انا سؤال بساله لك هو نعرف تعرف لا انا ما اعرفش انا ما بعرفش انا ما اعرفش يعني فلازم سيستم نعمل مشروع عملنا مشاريع في بعض الاوقات على فكره ونجحت فاتمنى انه الدوري المصري لو اتعمل له مشروع تسويقي واحترافي بالشكل اللي الناس بتحاول تعمله وناس سيبهم يشتغل اظن ان شاء الله هنرجع للواجهه تاني ليه بقى يتسابوا يشتغل على فكره في ناس عشان نبقى اكثر امانه وصراحه في ناس في مصر بتعرف تشتغل طبعا. وفي ناس في الاداره الرياضيه في مصر بتعرف تشتغل احنا مش احنا اللي قاعدين هنا بننظر وبنقول طبعا. الكلام الحلو بتاع في ناس بتعرف طبعا. تشتغل بس ساعات ما بيتسابوش جماهيريا اعلاميا انت بتعمل ايه وانت ازاي بتعمل كده
لا سيب الناس وتاخد حريتها. يعني مثلا لما كارلوس كيروش قال لك احنا عايزين نقلل فرق الدوري، ما تقلل فرق الدوري المصري. لما حد قال لك احنا عايزين نغير من النجيله بتاعت النجيله، يعني هتتغير عادي، بقى ايه المشكله؟ ارضيه الملاعب مدرجات تتغير، يعني في تفاصيل ممكن تلاقي نفس الشخص اللي قال لك هو احنا ليه مش زي دول، هو اللي بيعترض يقول لك لا لا ما تطورش احنا كده كويسين. نفس الشخص اللي يقول لك عشان جات على مصلحته، يعني هو الشخص اللي بيطلع يقول لك بلاش احنا ليه مش زي الدوري الانجليزي، يقول لك لا بس مش هنقلل الفرق في الدوري المصري عشان حق الانديه ديت وحق الجماهير، وعايزين ناجل ماتشات وعايزين ناجل ماتشات. نفس القصه. رايك يا مروان؟ يعني انا بشوف الدوري الانجليزي فكره العوائد الماديه، الاعلانات من التلفزيون اللي كل الفرق متوزعه بالتساوي، هو اللي مخليه اقوى دوري في العالم. تخيل يا كريم ان الفريق اللي هو بيخلص اخر الترتيب بياخد اكتر من الفريق رقم 3 و4 و5 في الليجا الاسبانيه. الفريق اللي بينزل للتشامبيونشيب بياخد حاجه اسمها باراشوتينج 100 مليون على 100 مليون استرليني وهو نازل للتشامبيونشيب عشان يساعدوه ان هو يطلع تاني للبريمير ليج. يعني الملاعب، الاجواء، الجمهور، فكره الجمهور الانجليزي في ثقافته عن الكوره، كل ده مخلي البريمير ليج هو الاقوى في العالم. لكن انا شايف ان احنا محتاجين نعمل حاجه زي مايلستون زي ما بيقولوا، خطوه خطوه. انا شايف ان احنا بدل ما نروح نبص على انجلترا ممكن تكون خطوه بعيده، احنا ممكن نبص على الدوري السعودي يا جماعه. الدوري السعودي دوري بجد احنا ممكن نتعلم منه. صح. في البقى في تفاصيل كثيره قوي جدا. صح. طيب انا عايز بقى قبل برضو ما عجبني الحوار في الكره العالميه، اي سي ميلان. انا ما مش من الناس مشجعين بس إسمي. كلنا مبسوطين وانا ومبسوط جدا. صح. والله وانا مبسوطين، انا عمري شجعت فريق مبسوط جدا، عمري شجعت ميلان بس مش عارف ليه كان حاسس ان انا مبسوط قوي عشان زلاتان. زلاتان واحد من ضمن بس انا عاجبني برضو اسم ميلان التاريخي بيرجع تاني كبير وسط الكبار. صح. طبعا ايطاليا كلها دلوقتي بعيده عن فكره الكبار بالشكل الكبير قوي، وان كان فكره ميلان بيرجع تاني ياخد بطوله بعد 11 سنه، زلاتان ابراهيموفيتش بعد ما سابهم من 11 سنه يرجع ياخد معاهم بطوله تاني. ففي تفاصيل كتيره حلوه فوز ميلان بالدوري. عوده الكبار تكتسب دوما التعاطف. ميلان بعيد تماما عن المقدمه، بعيد تماما عن الوجه، بعيد تماما عن الصوره. لما يعود ميلان باي شكل، بزلاتان، بمدير فني هوجم كثيرا وكان في طريقه للرحيل، بجماهير غاضبه بشده منذ سنوات، لما تيجي تحط ده كله وتلاقي ان الميلان بيعود لازم العالم كله يبقى مبسوط عشان الكوره، علشان عظمه الكوره في تاريخها. لانه ايه اللي مخلي فيه دوريات مكتسبه هذا التاريخ؟ الدوري الايطالي، الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، لا زالت مكتسبه من تاريخها، مش بس السيزون بيبقى سيزون حالي انه سيزون قوي، الا لو كان في دوريات اقوى بكتير. ف اي سي ميلان هو نادي عبر التاريخ، نادي عظيم عنده شريحه عريضه من الجماهير حول العالم، مش بس في ايطاليا. انا لست مشجع لاي سي ميلان، ولكن انا سعيد جدا 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 باللي حصل. ليه؟ لانه بيدي امل لفرق كتير. صح. انا لست مشجع اليونايتد. تجربه ميلان تعاطف معانا والنبي. تجربه ميلان تعاطف معانا يا ابني، تجربه تكبر. صح. تكبر. صح. الجميع انه ما يفقدش الامل في الفرق الكبيره ومنهم اليونايتد. تخيل ميلان، ميلان بقى ايه من دي؟ ده نيستا، الكوستا كورتا، المالديني، اللي كادوزو، بيلو، روي كوستا، شيفينشينكو، تخيل في كميه، وطبعا كاكا ورونالدينيو وديفيد بيكهام. بس انت بتتكلم في فرقه كان نجوم العالم بيلعبوا لها، بس وقت طبعا لما كان الدوري الايطالي هو اللي بيتكلم عليه زي الدوري الانجليزي دلوقتي اقوى دوري في العالم. يعني انت بالنسبه لك عوده ميلان؟ لا سعيد جدا. يعني لو شفت الفيديو بتاع زلاتان وهو في اوضه اللبس بعد البتاع، حديثه ملهم جدا. عنده كام سنه ووصل لاول مجنون، واول ما دخل يعني في اول سنه قال انا مش همشي او اعتزل غير لما ارجع بطوله للميلان، ووعد فاوفى. يعني فشيء ملهم جدا لكل عارف المصري. كلنا احنا شيرنا في صوره لزلاتان ابراهيموفيتش، كلنا شيرناها بتاعت السيجار، بتاعت السيجار. طبعا يعني طبعا تدخين غلط ودار واصلا اللقطه مش كويس، يعني لقطه لاعب كوره ملعب كوره ده غلط. بس طبعا انا بقعد اتخيل لو كان لاعب مصري وهو بيحتفل كان بطل كوره، او مدرب كان بطل كوره، كان بطل كوره. لا مدربين كان زمان عندنا، المدربين شوتي جوارديولا، المدربين كان عندنا مش راجل زمان. زلاتان بيحتفل وماسك السيجار، لعيب لسه مخلص قلع التيشيرت حالا، يعني كان بيلعب الماتش اللي قبله. طبعا موقف مرفوض 100%. بس انا كوستو لو اللي حصل ده في مصر تبقى سهل، تقاليد مختلفه قوي. لا طريقه مختلفه. لا بس عامه، لا هو لعيب كوره في اي حته في العالم. لا لا بالعكس، ده في اوروبا كمان. بتكلم عن رد الفعل يا كريم. رد الفعل، رد الفعل. الناس خدوها ان هو موقف لطيف، بيحتفل وخلاص خلص ماتشات، والراجل ممكن يبطل كوره يعني. يعني اقصد انه خلاص يعني تعدي لزلاتان. انما عندنا هنا لا طبعا. كنا يدفع عليه. يعني بشوف اي سي ميلان كمان بيولي، لان بيولي كان هيمشي ويجيب راجنيك، فبيولي يكمل ويفوز بالبطوله بالشكل ده فشيء مميز جدا. والاسعد بالنسبه لي ان مالديني جزء من النجاح ده. مالديني كوجوده في النادي وسبورتس دايركتور، وهو اللي جايب اغلب الصفقات،
ده جزء كبير من النجاح، التفاف نيستا ومالديني وجودهم دايما حوالين النادي افاد اي ميلان بشكل كبير. على عكس مانشستر يونايتد اللي ضره فعلا هو جيل سير اليكس. انا ما عنديش وقت للاسف، بس في سؤال وكني عايز اساله قبل ما اختم، يعني زيدان هيدرب باريس سان جيرمان السنه الجايه؟ اعتقد انه ممكن يكون على الطاوله. الكلام على الطاوله. بس في سؤال قبله. هل ريال مدريد هيتواصل الاتفاق مع زيدان انه يرجع؟ لا، العلاقه التوكسيك دي، العلاقه السامه دي يا جماعه. لا ايوه، ما هي عشان العلاقه السامه دي خلت الامر الثاني محتمل. في سؤال بقى يترتب على الاثنين دول، ايه بقى؟ هل لو زيدان راح باريس سان جيرمان ياخد دوري ابطال اوروبا؟ لا، زيدان استحاله يدرب باريس سان جيرمان. استحاله ليه؟ استحاله، لان هو من مارسيليا. استحاله يرضى انه يروح باريس، هو مدريديستا ومن مارسيليا. لا لا لا، زيدان الملاك مختلفين، الاداره مختلفه. طب افتكر الكلمه دي، زيدان المنتخب الوحيد اللي هيدربه بيحب ريال مدريد وبيشجع ريال مدريد. الفلوس كانت مغريه زيدان. لسه ما انا بنقول الفلوس كتير اهو. زيدان عمره ما بص لفكره الفلوس، لان هو زيدان خلاص بقالي كتير ما روحتش مارسيليا. زيدان هيدرب منتخب فرنسا بعد كاس العالم، هو دي الحاجه الوحيده اللي ممكن يرجع ليها التدريب، او نرجع للعلاقه التوكسيك لريال مدريد. مروان شرفت ونورت. اشكرك كريم حبيبي. جمال كالعاده بتشرف وبتنور، واستمتعت بيكم جدا يعني اكتر والله. شكرا جزيلا. دي او ده كان ختام حلقتنا النهارده اللي قبل نهايه الاسبوع. خدوا الاجازه خميس وجمعه، ونرجع لكم السبت بعد المباراه، بعد مباراه ريال مدريد وليفربول. نقول مبروك ساعتها ان شاء الله لليفربول، عشان محمد صلاح، عشان جميل ريال مدريد ما تزعلش مني، ومروان ما يزعلش مني. احنا لو بنتعاطف مع ليفربول فاحنا بنتعاطف هنا مع ليفربول بس عشان خاطر محمد صلاح يشيل كاس دوري ابطال اوروبا للمره الثانيه ان شاء الله، بالتوفيق ليه ولفريقه.